مباراتي لمنتخب النيجر ونادي بوركينا فاسو في تصفية فريق الكأس العالم في الجولة الخامسة. نرجو منكم لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. هذه المباراة مهمة جدا للمنتخب الجزائري لكي يضمن التأهل للدور الحاسم. لابد من انهزام المنتخب البوركينا فاسو لكي يضمن التأهل مسبقا قبل ملاقاة البوركينا فاسو في الجزائر. هذه المباراة سوف يستقبل ملعب استاد دو مراكش بالمغرب. مباراة سوف تكون قوية نظرا نعرف أن المنتخب البوركينا فاسو أيضا ينافس عن التأهل للدور القادم والحاسم، لكن المنتخب الجزائري سوف إن شاء الله يتأهل، والفوز فوز على المنتخب الجيبوتي ثم ايضا الفوز على المنتخب البوركينا فاسو والصعود الى الدور الحاسم. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.